الحقيقة هذه القمة اللي تعقد لأول مرة في المنطقة عندنا مبادرة غاية في الأهمية والقيمة، أتاحت لنا في دولة الإمارات بصفة عامة وأتاحت لنا كمسؤولين بصفة خاصة الاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وفي نفس الوقت هذا التواصل اللي تم بالأمس مع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، واليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ منصور بن زايد، أنا أعتقد هذه هي القيمة الحقيقية اللي أضافتها هذه القمة، بالإضافة على أنه أن تأتي لنا أفضل التجارب في العالم لنطلع عليها، ثم أيضا أن نعرض أيضا نحن ما لدينا من تجارب. أنا بالأمس أتيحت لي فرصة أن نعرض إحدى تجارب وزارة دولة الإمارات وزارة العمل، وهي مراكز تسهيل. هذه المراكز اللي من خلالها وزارة العمل أصبحت تمثل بمثابة مراكز لرجال الأعمال للمتعاملين.